انا حاليا وصلت على مجمع داوود، جاي اجرب مطعم كيوبر. طبعا حاليا الشباب اجازوا دائما تشرب، الشباب كلهم متبعين وقاية السلامة، الجلافز والماسك. نعطيهم الف عافية. منظر مشكل حاله. منظر مشهي. وهي الدجاج نعم. هي اورجينال تشيز. هاي لسه بازي كمان. عشان المصداقية شوفوا قدامكم يعني. مش انه بس للتصوير. طب الاوردر بيطلع لاي زبون؟ هاي تركناها في البيت. صحة وعافية. صحة. ايش فكرة الكيوب برجر؟ محمد انا اشوف كل شيء عندكم مكعب. فكرة الكيوب برجر بوقت عمان والاردن ضجت في كثير من المطاعم البرجر. اتجهنا احنا كشباب قبل 4 سنين انه نغير طريقة التقديم، نغير الشكل بحيث انه نحاول نلفت نظر الناس لشيء جديد، شيء مميز. المنيو مليء بالنكهات اللي ممكن تناسب او اللي راح تناسب الجميع. ما في حدود. اسعار مناسبه للجميع. الاسعار بتعكس جوده الاكل، رخيص او 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 غالي هي مرجعيات للافراد. نعم كل شيء له جوده معينه والسعر خاص. اتفق تماما انك انت هذه الوجبة اللي بتدفعها هون انت ماخذ مقابلها قيمة كبيرة من جودة، من طريقة التقديم، من طريق من خدمة. يجي الخبز شكل مربع صحيح؟ طبعا اكيد. احنا الخبز اساسا مربع ولكن بالاخر احنا من النقطة بالنص حتى كمان سهولة صورة الاكل. ماخذ راحته، حتى البطاطا بشكلها مميز هون حلقات. نعم البطاطا الكيرلي هون حلقات الفرنش فرايز. طبعا احنا قدمنا لكم هون وجبتين، وجبة دجاج مقلي اللي هي اسمها ريبل تشيكن برجر، ووجبة الكيوب برجر هي السيجنتشر برجر او السيجنتشر ميل تبعت المطعم. فيها الكيوب صوص بالاضافه للمكونات الثانيه من كريزي وايت. هي عباره عن سندوتشات كريسبي مقليه، بيجي مغمس بصوص الباربيكيو صوص البفلو بالاضافه للدبنج صوص اللي هو الرانش صوص. ننتقل للموتزاريلا كيوبس. مثل ما انتم عارفين كثير ناس تفضل هذا الموتزاريلا على شكل مربع. نعم الموتزاريلا بشكل مربع حتى انه يعني نطبق المعايير لكيوب ولا التطبيلات اللي هو الداينامايت شريمز سبيشل مميز جدا. والحمد لله هذا الايتم صار من صرنا مرجع صراحه في السوق المحلي. عبد الله بلش ياكل وراح يعطينا حاليا رايه ايش بالطعم، عجبه ولا لا. صار وقت نجرب الكيوب تشيكن برجر. رهيب التشيكن. رهيبه. جربت الموزاريلا ستيك. تقريبا كمان شكل هالكيوب زي البرجر مربع. كل شيء عنده مربع يا جماعه. جربت انت عندك التشيكن، جربت الدجاج اللحمه، وجربت الموزاريلا، وحاليا بالسلطه نجرب السلطه. طبعا سؤال ما يعني انا ما عمري جربت في مكان ثاني زي المطعم. كل مكونات هي خاصه في المطعم، يعني هذا الصحن السلطه مش راح يكون موجود في اي مكان. لا مو بس التجهيز، هي وصفه سريه للمطعم بصراحه، يعني مجهز بطريقه رهيبه جدا.
راح يتفاجأ طعمها، مش زي طعم المعتاد عليه بالشريم، فيها صوص مميز. يعني الطعم ما بينوصف، الطعم كثير زاكي، الصوص بس سموثي طري زائد انه زاكي بالضبط. هذا الشيء كنت بدي احكي هسه فيه، انه الدايم شريم عندهم كثير مميز ومشهور على صعيد الاردن كمان، معروف بعمان من احسن مطاعم تقدم دايم شريم هي كيوب بولت. في ناس تيجي لهون بس عشان تطلب الشريم دايما. صحيح.